السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. موضوع اليوم إن شاء الله الذي سوف أتحدث فيه سوف يكون حول الصوم. والصوم هو فرضه الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الأمم التي من قبلنا، فقال الله في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم فوائده عظيمة بالنسبة للصحة، والله لم يفرضه إلا لما له من فوائد. ففوائد الصوم عظيمة لجميع أجزاء الجسم، فهو يجعل الجسم يتخلص من السموم، هذا أولا. ثانيا يعطي الأعضاء التي في الجسم راحة، مثل الكبد والكلى والمعدة وغيرها. الصوم من فوائده العظيمة أنه يقلل من الالتهابات أولا، وهي هذه الالتهابات هي المسؤولة عن الإصابة بجميع أمراض القلب وأيضا السكتات الدماغية. كذلك الصوم يزيد من الإدراك الحسي وينشط الدماغ، أيضا يزيد من المناعة، مناعة الشخص ترتفع بالصوم. لماذا؟ لأن الصوم يجعل الجسم يتخلص من السموم، ثانيا يجعله يستخدم الطاقة عن طريق هدم وإحراق الدهون التي لا تنتج عنها كثيرا الجذور الحرة التي تسبب ضرر للجسم الإنسان. الصوم من فوائده الصحية أنه ينظم ضغط الدم والكوليسترول، أيضا من فوائده فقدان الوزن، فيعتبر من أهم الوسائل هي الصوم وكبح الشهية. أيضا الصوم مفيد لمن عندهم داء السكري النوع الثاني خصوصا، وأيضا لمن عندهم أمراض القلب وغيرها من الأمراض. لذلك علينا أن نجعل شهر رمضان وشهر الصوم أن يكون شهر صحة وليس شهر مرض. علينا بما أن الصوم يعمل تعزيز للصحة، علينا أن نتبع صوما صحيا ونظاما صحيا خلال شهر رمضان. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم جزيل الشكر. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.